السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هدي القران ما زلنا في النظر والتامل والتدبر في صور القران الكريم وكيف نزلت على قلب سيدنا محمد الامين صلى الله عليه وسلم نستحضر اسباب التنزيل والظروف المواكبه لتنزيل كلام الله عز وجل. وصلنا الى السنه الخامسه للهجره لا زال الاسلام غريب ولا زال المسلمون مستضعفين في الارض ولا زال لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الا الضعفاء والعبيد والفقراء والمساكين وقله من الاغنياء والاثرياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالما تفاوض مع كبراء قريش لعلهم يقبلوا بهذا الدين ولعلهم يعتنقوه ولعلهم يتركوا المجال لانتشاره. لكن دائما كان صلى الله عليه وسلم يجد الصد والرد. فكان القران الكريم يتنزل من السماء لكي يصلح النفوس ويقوم العقول ويهدي الى الطريق المستقيم وصلنا الى تنزيل سوره التين التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم هذه السوره المباركه لما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اراد ربنا ان يعطينا تصور للنفس البشريه الاصلاح القراني دائما يتوجه الى العمق يتوجه الى الجوهر الصوره فيها قضايا متعدده لكن الجوهر وهو قضيه النفس البشريه هذا الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم هذا الانسان الذي اعطاه الله تعالى تقويما جسميا وتقويما نفسيا وتقويما عقليا وتقويما روحيا واراده ان يكون سيد الكون وسخر له كل ما في السماوات والاراضين وجعل كل المخلوقات في خدمته هذا الانسان منذ ان خلقه الله تعالى خلقه على الفطره السليمه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هذه هي الفكره التي ربنا عز وجل اراد ان يثبتها من خلال هذه الصوره يقول لك ايها الانسان انك انت سيد هذه الارض بل وسيد هذا الكون وقد خلقتك واكرمتك لكي تكون مدبرا ومسيرا وبالتالي لكي تعبدني ولكي تاتمر بامري وتنتهي بنهي طبعا هناك اعداد كبيره من اهل الايمان قبلوا هذا العرض واخذوا به فرفعهم الله تعالى مقاما عليا وفئات اخرى وهي الاكثر رفضت هذا العرض واعتبرته مجرد اساطير الاولين ومجرد خرافات ومجرد هراء فرفضته فانتكست إلى أسفل سافلين هناك فرقتين فرقة رقاها ربنا إلى أعلى عليين وفرقة ارتكست إلى أسفل سافلين مطلع الآية فيه قسم دائما نلاحظ بأن القرآن المكي ربنا يقسم كل مرة يعطينا مظهر من مظاهر الكون مرة يقول والشمس وضحاها مرة يقول والليل إذا سجى كل مرة يقسم بمظهر من مظاهر الوجود الآن ربنا يقسم ببعض الأماكن الجغرافية مرة يقسم ربنا بالكواكب بالنجوم بالمخلوقات بالملائكة والصافات صفا لكن هنا ربنا يقسم بماذا؟ بمواقع جغرافية فيقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذا قسم وكأن ربنا يقول أقسم أقسم بالتين والزيتون واقسم بطول سنين واقسم بهذا البلد الامين ما معنى اختيار هذه الاشياء في مطلع الايه التين والزيتون هي كنايه عن ارض فلسطين فيها بيت المقدس وفي فلسطين هناك شجره الزيتون وشجره التين وهي عنوان السلام ارض السلام فلسطين ارض السلام ارض الرحمه ارض التعايش وربنا اعطاه هذه النبته الطيبه المباركه نبته قرانيه كل النبات المذكور في القران مبارك التين والزيتون التين ذكر مره واحده في هذه الايه فقط اما الزيتون فقد ذكر سبع مرات ولكن المقصود ربنا يقسم بهذه البقعه الجغرافيه المباركه المسماه بفلسطين لان بها بيت المقدس وفيها بيت لحم وهناك ربنا عز وجل اصطفى عبده عيسى بن مريم عليه السلام وأعطاه الإنجيل وجاء بالدين الذي يسمى الآن بالدين المسيحي فربنا يقسم بهذه البقعة الطاهرة لما فيها من مؤمنين ومؤمنات من المسيحيين والمسيحيات الذاكرين والذاكرات العابدين والعابدات ارض طيبه وخلق كثير كانوا من اهل الايمان. ثم يقول وطور سينين. طور سينين هو كنايه واشاره الى الى جبل طور المتواجد في صحراء سيناء وهو المكان الذي كان فيه بنو اسرائيل كان فيه موسى عليه السلام البقعه المباركه البقعه الطيبه. التي كلم فيها الله تعالى موسى تكليما في جبل طور لما قال سيدنا موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا لما قال أنظر إلى الجبل فسوف تراني فمباشرة ربنا تجلى للجبل والجبل رأى نور الله تعالى فتزلزل من مكانه فخر موسى صعقة صعقة كبيرة هذا الجبل هو جبل طور وفي صحراء سيناء وهو مكان مبارك مكان فيه أهل الإيمان تنزلت فيه الرحمات كان فيه أتباع موسى عليه السلام الكريم فيه أنزلت التوراة كان فيه العباد والزهاد والصالحون فربنا يقسم بهذه البقعة الطاهرة والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الأمين هذا اسم إش إشارة للقريب ما المعنى بهذا؟ يعني مكة المكرمة. ربنا يعيد لقريش مكانتهم ويذكرهم بنعمه عليهم. لقد لقد كرمتكم وجعلت لكم هذا المكان مباركا هذا البلد الامين. ربنا سماه بلد امين. فيه الامان، فيه السلام. هذا البلد لن يشهد حروب وعمره ما حروب. هذا البلد لن يشهد صراع داخلي. لن يشهر سفك لن يعرف الشفك دماء لان ربنا عز وجل كتب ان يكون امينا حتى في الجاهليه حتى قبل الاسلام كان الناس من حولهم يتخطفهم الطير ولكن اهل مكه كانوا دوما امنين منذ القديم وذلك ببركه دعوه نبي الله ابراهيم الخليل سيدنا ابراهيم ماذا قال قال رب اجعل هذا بلدا امنا ومرة ثانية قال رب اجعل هذا البلد امنا. فسياقات متعددة يدعو الله تعالى بان يبارك في هذه الارض الطيبة ومكة المكرمة فيها رحمات وفيها بركات وفيها انوار عظيمة وجليلة. فهذا هو الذي اقسم به الله تعالى، اقسم بالتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين. اقسم بهذا لكي يعطينا فهما بان الاديان السماويه اليهوديه والنصرانيه والاسلام كلهم واحد حتى الدين في الحقيقه هو الاسلام فقط ان الدين عند الله الاسلام منذ الازل منذ ادم عليه السلام مرورا بنبي الله ادريس شيت عليه السلام بسيدنا نوح بسيدنا سليمان وداود ويوسف وإبراهيم وموسى وعيسى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدين واحد فقط واحد إن الدين عند الله الإسلام حتى اليهود كلمة اليهودية هي كلمة جاءت فيما بعد وإلا فإن أتباع سيدنا موسى عليه السلام قالوا واشهد بأن مسلمون واشهد بأن مسلمون وحتى حتى أتباع عيسى عليه السلام لطالما قالوا إنا مسلمون وكلمة يهود مما جاءت من, من قول بعض أتباع موسى قالوا إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك بمعنى اهتدينا للطريق المستقيم وخضعنا لأمر الله إنا هدنا إليك فسميت اليهودية والنصرانية بماذا سميت بقول الحواريين وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بمعنى نصروا دين الله والا فان كل الاديان هي الاسلام. حتى ان اليهود والنصارى تنازعوا، قالوا ابو الانبياء ابراهيم هل هو يهودي ام هو نصراني؟ فقالت اليهود هو يهودي ابراهيم يهودي. وقالت النصارى بل هو مسيحي نصراني. فجاء القران الكريم يقول: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فكل الاديان هي الاسلام فقط. والتسميات جاءت فيما بعد سماها الحواريون وسماها الأحبار وسماها الأساقفة وسماها المريدون ربنا هنا أقسم بالأشرف ما هو الأشرف؟ هو بيت المقدس مكان عيسى بن مريم عليه السلام ثم أقسم بالأشرف منه وهو طور سيناء الذي فيه ربنا سبحانه وتعالى تجلى لموسى عليه السلام ثم أقسم بالأشرف منهما ما هو الأشرف منهما وهو مكة المكرمة بيت الله العتيق إنه بيت الله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لماذا ربنا عز وجل يقسم بكل هذه الأشياء العظيمة هذه الأشياء الجليلة واحذروا أيها الأحباب الكرام العرب كانوا فصحاء وكانوا بلغاء وكانوا اذكياء فهم يعرفون معنى الكلام العربي يعلمون ما المقصود بهذا الكلام هذا القسم المغلظ المعظم الجليل الرهيب ما هو المقسم عليه؟ ما هي الفكره التي اراد ربنا عز وجل ان يرسخها في الاذهان بعد هذا القسم المقسم عليه ما هو؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذه الفكره الرئيسيه ربنا يقول لنا يا خلق الله يا عبادي يا مؤمنين يا يهود يا نصارى يا كل الخلق لقد خلقت الانسان في احسن تقويم انت ايها الانسان سيد الوجود انت ايها الانسان انظر كيف خلقك الله تعالى خلق الوجود كله كله مواد الشمس القمر النجوم الكواكب البحار الاشجار السهول الهضاب كلها مواد مواد مسخره وخلق الحيوان ايضا مسخر لك وخلق الجان وخلق كل شيء وانت انظر الى نفسك ايها الانسان في احسن تقويم المخلوقات الاخرى تدب على اربع وتسير منكفئه على وجهها لكن انت الانسان مستوي القامه مرفوع القامه امشي دائما اسير مرفوع هذا ليس هناك مخلوق اخر سوى الانسان عنده هذه الشكله وعنده عينين ولسانا وشفتين واعطاه الله عقل واعطاه الله روح، واعطاه الله نفس، واعطاه الله تعالى عاطفه، واعطاه الله مشاعر، واعطاه الله احاسيس، واعطاه القدره على الكلام، واعطاه القدره على الفهم والرد، واعطاه القدره على الابداع والاختراع والاكتشاف كل شيء للانسان. اذا ايها الانسان عليك ان تعرف بان لك رب عظيم كرمك واجتباك ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لكن هذا الإنسان رغم أن الله تعالى كرمه وفضله ماذا قال فيما بعد للأسف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين للأسف لم ينجح هذا الإنسان في الاختبار رده الله تعالى إلى أسفل سافلين انظروا إلى كلام الله أحسن تقويم أسفل سافلين بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يرتقي فيكون في الأعلى وبإمكانه أن يرتكس فيكون في الأدنى لاحظوا بأن الإنسان قد يصير أحسن من الملائكة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما صعد مع جبرائيل ووصل إلى سدرة المنتهى أشقل جبرائيل اللي هو أمين الوحي واللي هو رئيس الملائكة قال لكل منا مقام معلوم، يا محمد هذا مقامي ولم اصل اليه قط الا اليوم، تكريما لك. هنا نقف لو زدت خطوه لاحترقت، وانت يا محمد لو تقدمت خطوه لاخترقت، بمعنى ان الانسان هنا المتمثل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار افضل من الملائكه، وفعلا كل عبد مؤمن اذا كان صاحب ايمان وصاحب عقيده وصاحب يقين وصاحب صدق فإنه يكون أفضل من الملائكة وقد أمر الله الملائكة بالسجود للإنسان لكنه قد يرتكس إلى أسفل سافلين إذا لم يقبل الوحي الإلهي ولم يقبل الإيمان ورد كل ذلك فإنه يصير هو الاسفل أسفل من الحيوانات وأسفل من البهائم أولئك كالأنعام بل هم اضل بل يكون اسفل الشياطين بل يكون في اسفل سافلين بمعنى في النار والعياذ بالله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الحمد لله القاعده ليست كلها هناك استثناء استثناء هو المذكور في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا يعني ربنا عز وجل استثنى من هؤلاء المتردين في المغاوي الضلال والفساد المؤمنون الا اداه استثناء امنوا عندهم ايمان عندهم يقين ما معنى الايمان؟ الايمان هو اعتقاد بالجنان وهو اقرار باللسان وهو عمل بالاركان هذا هو الايمان قد يقول قائل انا مؤمن انا اؤمن بان هذا الوجود له اله اتامل فارى نظام بديع فاقول لابد ان هناك اله من هو؟ لست ادري هذا ليس ايمان هذا ايمان ايمان كبرياء وخيلاء وعجب الايمان بالله تعالى يقتضي ان تؤمن بالاله بصفاته واسمائه وكل الاخبار الذي اخبر به في كتبه المقدسه ولا بد ان يكون بعد الايمان مقرون بالعمل الصالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لا بد من العمل قد يقول لك احدهم الايمان في القلب أنا لا أصلي أنا مؤمن وأنا متخلق أنا أؤمن بالقيم الإنسانية وأؤمن بالقيم الكونية وأرفض الظلم وأرفض الاغتصاب وأرفض الحجرة وأرفض وأرفض فأنا إنسان أخلاقي بإمتياز أي نعم كل هذا على الرأس والعين وأكثر الله من أمثالك لكن هذه القيم الأخلاقية قد لا تنفع صاحبها إذا لم تكن مرتبطة بالقيم الدينية هل تصلي؟ يقول لك لا الصلاة شأن شخصي تقول لك قد وقعت في كبيرة لأن الصلاة هي عماد الدين هل تصوم؟ لا الصيام هو مسألة شخصية والصيام ركن من أركان الدين هل تفعل؟ هل تفعل؟ فهو يرفض فهو يجعل الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب وانتهى لكن ربنا يؤكد بأن الإيمان الحقيقي دائما مربوط بالعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الذين يعملوا الصالحات كل مرة يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويقومون مع الفجر ويكسرون عنهم النوم ويتصدقون بأموالهم لماذا كل هذا العمل؟ لماذا كل هذا الجهد وهذا التعب ربنا يقول هناك جزاء ما هو الجزاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله الأجر عندك تسحب بأن الأعمال ديالك كلها ضائعة، كل حاجة بأجر، صليت عندك أجرة إذا صمت لك أجر، إذا ذكرت الله أجر، إذا صبرت على بلاء أجر، إذا وقفت مع أخيك في كرب أجر، إذا أعنت ضعيف أجر، إذا كضمت غيظا أجر، إذا وصلت رحما أجر، فهو أجور كثيرة فلهم أجر غير ممنون، ما معنى ممنون؟ غير مقطوع يعني أجوركم أيها الخلق ستدوم وتدوم وتدوم بلا انقطاع ولا زوال أبدا أنت عبدت الله تعالى ستين سبعين سنة لكن أجرك سيكون كم سيكون إلى أبد الآبدين تخيلوا أيها الأحباب الكرام وقارنوا بين الدنيا والآخرة إنسان يعمل في شركة أو يعمل في إدارة أو في مؤسسة 30 سنة وهو يعمل، 30 سنة يعمل بالليل والنهار في التوقيت، يدخل مع الثامنة والنصف صباحا، يخرج إلى حدود السابعة مساء، ويعمل ويعمل، وهناك الصندوق يقتطع التقاعد. بعد 30 سنة من العمل فإنه يتقاعد كم؟ يتقاعد ربما خمس سنوات يحصل عليه إلى إلى أن يتوفى، يتوفاه الله تعالى، قد يكون التقاعد لسنوات معدودات. لكن انظروا إلى إلى الأجر في الآخرة. أنت عبدت الله تعالى كم؟ حوالي أربعين خمسين سنة لأن الطفولة ما كان عندك عبادة في الطفولة مرفوع القلم رفع القلم عن ثلاث منهم عن الصبي حتى يحتنم ثلاثة 13 عام 14 عام يلا يبدأ العد العكسي ثم إن الله يعطيك الأجر على هذه المدة هذا الأجر كم في الدار الآخرة خلود أبدي ماشي مئة سنة ماشي ألف سنة ماشي مليون سنة ماشي مليار سنة ماشي لك أن تتخيل فيني، يعني أنه بلا نهاية وربنا عز وجل سماها خالدين فيها أبدا لا يبغون عنا حولا هذا ما معنى قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع أجر فيه الخير وفيه العطاء وفيه الكرم وفيه النعيم وفيه المتع وفيه الشباب وفيه الحياه المتجدده ان لكم فيها ان تصحوا فلا تس... فلا تمرضوا ولا تسخموا ولكم فيها ان تشبعوا فلا تجوعوا ولكم فيها ان تشبوا فلا تهرموا ولكم فيها ان تحيوا فلا تموتوا ابدا نعيم منقطع الى الى ابد الابدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين رغم كل ما ذكره الله تعالى في آية التنزيل ما زال هناك أناس يرفضون الإيمان ما زال يكذبون بيوم الدين يقولون ما في ما لا بعث ولا نشور حياة دنيا نعيش نستمتع ونتطور مع الحياة ثم نهرم ثم نموت ثم نفنى وتنقضي القصه. ما كان لا يوم دين لا بعت لا نشور. رغم كل الادله والبراهين التي يسوقها المولى عز وجل انهم يرفضون. لهذا قال ربنا فما يكذبك بعد بالدين. لماذا انتم ايها الجاحدون ايها المجادلون ما زلتم على تعنتكم وعلى ردكم وصدكم الى ان يقول سبحانه وتعالى هذا استفهام انكاري. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين هذا استفهام إنكار تعظيمي ربنا عز وجل هو أحكم الحاكمين الناس يبحثون عن الحكمة الحكمة عند الله الحكمة البالغة بل هو أحكم الحاكمين لأن هذه هذه الآيات نزلت في أبا الحكم قيل في أبا الحكم اللي هو أبو جهل أبو جهل كان عنده المال وعنده السلطان وعنده الصولجان وكان كلما كلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابا جهل الا تنظر الى ملكوت الله انه خلقه رب العزه وهو الذي انزل هذا القران يا ابا جهل قل لا اله الا الله لكنه كان يعتز بماله ويعتز بسلطته ويعتز بجبروته ويكذب بالدين فكان اسمه ابا الحكم فسموه ابا جهل فرد الله عليه قائلا اليس الله باحكم الحاكمين لما نزلت هذه السورة يقول أبو هريرة رضي الله عنه قلت قال النبي الكريم بلى بلى إن الله هو أحكم الحاكمين وهذا يسمى تأويل القرآن هناك آيات قرآنية إذا ربنا عز وجل تكلم فيها فإننا نرد بعدها إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين إذا قرأنا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وإن على ذلك من الشاهدين هناك مجموعة صور فيها استفهام إنكاري تنتهي به فنقول بعدها جواب عن هذا الأمر فالصورة بكاملها صورة التين هي صورة تتحدث عن النفس البشرية هي المصدر ديال نجاح الإنسان أو إفلاسه فكل واحد منا سبب نجاحه وسبب فوزه في هذه الدنيا عليه أن يعتني بنفسه التي هي بداخله والتي خلقها الله تعالى في أحسن تقويم وفيها إشارة إلى أن هناك هناك مادة التين والزيتون أيضا في إشارة للتغذية بعض العلماء وقفوا عندها وأبدعوا فيها وقالوا بأن قسم ربنا بالتين والزيتون هذه واحد سر إلهي في النظام الغذائي زيت الزيتون الزيت المبارك وقالوا بأن التين ذكر مرة واحدة والزيتون ذكر سبع مرات في القرآن الكريم وأحسن دواء أنك تكدر خلطة مكونة من نسبة واحدة من تين زائد سبع نسب من الزيتون وكتخلطها وتستعملها للعلاج فيها قوة تعطي بياض البشرة تعطي قوة الذاكرة تعطي سهولة الهضم تعطي حركية في العظام وغير ذلك من الأسرار في زيت الزيتون لكن نستوقف أيضا مع قضيه اخرى وهي السلام العالمي ان الاسلام لا ينكر عن اليهود ولا ينكر عن النصارى انهم اهل كتاب. الاسلام يعترف بل يقر ويطلب من اتباعه ان يشهدوا بان النصارى هم اهل كتاب عندهم انجيل وعندهم نبي وهو من احب الخلق الى الله من اولي العزم هو عيسى ابن مريم. ويقر بان اليهود ايضا هم اصحاب دين عظيم ونبيهم مكرم عند الله وهو موسى الكليم وعندهم التوراة فالإسلام يعترف بالأديان لكن الأديان الأخرى هي التي لا تعترف بالإسلام وهي التي تكذب بالقرآن وفيه دعوة للسلام العالمي بمعنى أن أن الأديان كلها ينبغي أن تنحو نحو هذه الأهداف إذا كان هناك حوار بين أهل الأديان لا نقول حوار الأديان نقول حوار بين أهل الأديان الأديان ثابتة من عند الرحمن لكن اهلها يتحاورون حول القيم المشتركه هي اننا نقر بان الانسان هو مخلوق خلقه الرب عز وجل وجعله في احسن تقويم هناك بعث هناك نشور فنتعاون فيما بيننا على محاربه الفقر على محاربه الارهاب على محاربه سفك الدماء وعلى الحفاظ على القيم الاخلاقيه نقول لا للشدود الجنسي نقول لا للعلاقات الرضائيه في تشجيع على الفاحشه نقول لا لكل الامور التي هي محرمه في الاديان كلها هذا هو حوار بين اهل الاديان وخصوصا خصوصا الامن والامان والسلم والسلام فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما جاء في القرآن الكريم ويجعل لنا في الدنيا مرشدا وفي القبر مؤنسا وإلى الجنة رفيقا